هنا اللي دخل البلاغ ديال النيابه العامه في ملف اسكوبار، كلشي سكت الصحافه. تصور لو خرج بلاغ في العطور ولا في هذه الخادمه، واش عباد الله 30 برلماني و44 برلماني هي 74 ورئيس 75 وعباد الله، واش 75 فاعل كلهم في محاكم شي في الحبس شي وشنو هادو؟ عرفتي بقيت كنشوف الانسان شحال رخيص في هذه البلاد، الدرويش مسكين الفقير. تصور ما كاينش موعد، عرفتي شنو هي تكون المستشفيات مشلوله في اوروبا ولا في الدول؟ والعداوه فين هو الشعب؟ فين هي السلطه؟ فين الحكومه؟ خوتي المغاربه مرحبا بكم. حكومه النحس، حكومه النحس، هذه الحكومه هذه ربما كنعيشوا معها أسوأ موسم سياحي في تاريخ، ربما على الأقل في السنة العقدين أو الثلاث عقود الأخيرة، أسوأ موسم سياحي. كنت باغي نهضر على هذا الموضوع بإسهاب وبتفصيل لأهميته وبالنظر لغنى التفاصيل ديالو، فآثرت نخليه الغدة، سيكون حلقة للتاريخ مهمة بخصوص الموسم السياحي ديال هذا العام، وعلاش علاش الموسم السياحي ضعيف بزاف بزاف بزاف. اليوم أخوتي المغاربة غنهضر على أربعة ديال النقاط بشكل أساسي، واحد أربعة غندوز عليهم باقتضاب، الأربعة اللي غندوز عليهم باقتضاب هو زيان، واحد نقطة مهمة، ثم دنيا باطمة تخرج من الحبس، ثم العطور نور ديال الكولونيا اللي تم لحف الشكاية، والخادمة كنزة اللي باغي الناس يعرفوا المصير ديالها مهم كذلك، ثم ولكن النقاش الأساسي هو واحد لائحة كتسارى وسط صفحات العديد من البرلمان في الحبس وشي متابع ورؤساء جماعات، ثم الإضراب ديال طلبة الإضراب في قطاع الصحة، مستشفيات العمية مشلولة، ثم كاين واحد التلامذة متفوقين حرمهم يمشيو لندن باش يشاركوا في واحد المنافسة ديال الرياضيات، إلى جانب قانون المسطرة المدنية الذي أسدل عنه الستار وهو كارثة بكل المقاييس. نبدأ أخوتي المغاربة نوضح شوية بشوية، نبدأ بدنيا باطمة باقتضاب. يلوم بعد عدد من عباد الله كيصيفطوا لي رسائل، علاش دنيا باطمه ما باغيهاش تخرج من الحبس؟ علاش كتهضر على الصحفيين وكتجبع على نشطاء الريف وكدير عفو ملكي وكتستثنيها هي؟ خوتي المغاربه ما عندنا حتى شي حاجه مع دنيا باطمه، مواطنه مغربيه واحد، سجلوا. حتى ملي كنت كناقش دنيا باطمه ورجعوا كنت اناقش دنيا باطمه من زاويه المساواه ام القانون. الاصل دنيا ملي كنت كتابع بحال صرح ذلك هو الاصل ومن حقها، ولكن كنقول خاص الناس اخرين بحالها الصحفيين الحقوقيين، ما عمرنا ما بغينا لها الاعتقال او الحبس، كنا كنقولوا كيما كتمتع دنيا باطمه بالصراحه فخاص يتمتعوا الاخرين. اليوم وهذه وجهه نظرنا، وجهه نظر واحد القضيه بعدا نوضحها، عندنا واحد المصيبه كحله في المملكه المغربيه، ما تهضرش ما ملي كتطلبوا نتوما العفو عاد الدوله كتشد معكم العكس، الدوله كتعرف اش كدير نتوما غتوريو واش غدير. واحد الهضرة يا خوتي في هذه المملكة المغربية، عندنا واحد البشر كيكتب مصيبة كحلة. واش الدولة واش حنا نحبسوا ما نخدموش ولا؟ البوليسي كيدير خدمته، القايد كيدير خدمته، العامل كيدير، وحنا كنديروا خدمتنا هي هادشي اللي كنديروا، تنكتبوا وتنهضروا وكنعلقوا. واش الدولة دابا مرة الدولة شنو خصها دير؟ الدولة خصها تتفاعل مع الشعب، هذيك هي الدولة. علاه الدولة اللي كتشد الغنان لو كان صح هذه دولة؟ إذا ثبت أن الدولة المغربية كتشد الغنان ماشي دولة، هذه قوة الدولة أنها تتفاعل. علاه في 2011 شنو سوقنا للعالم؟ ان النظام تفاعل مع مطالب الشعب والاستثناء، ماشي كانت هي العناوين في الصحف، شدوا معنا راس الخيط. ما صاب شي واحد يخرج يقول لنا الدوله كتشد العكس مع الشعب ومع الحقوقيين ومع كذا، ما بقاتش دوله. شنو هي الدوله؟ شنو هي مفهوم الدوله؟ الدوله شنو هي الدوله؟ واش الدوله شي ناس كاينه في شي جزيره؟ الدوله راه واحد المجموعه ديال المؤسسات، واحد المجموعه ديال العباد ديال المسؤولين، وظيفتهم على انهم ينظموا الحياه ديال الناس والافراد ويقوموا باشباع الحاجيات ديالهم والسلم كيخدمونا كيصورونا الدوله بحال احنا واحد الثقافه عند شي بشر، هذه الدوله بحال شي ناس البلاد ديالهم، وحنا هذا الشعب بحال شي محوزيننا ولا شي خماسه، عرفتي واحد الثقافه كيفاش عملوا التنميه وعندك بشر ما كنناقش المخزن والدوله، ومحاك البشر اش كيكتب؟ ما كتيقش في راسه كيناقش الدولة. عرفتي عرفتي علاش شتي بوليس كنعزوهم ماشي هذا الثقافة اللي عندنا، بوليسي مثلا عطى شي كاس الماء لشي واحد عرفتي الصفحات هو راه عادي يعطي كاس الماء واجبه، ولكن كاس الماء اللي عطاه برلماني ما يصوروش. إلا جا شي بوليسي ولا جا ضرب مقطع شي راجل شارف في الشانطي عرفتي كدير الصفحات هاد الصورة عادية، الناس مخير من البوليسي راه هو إنسان عباد الله، مالو هذا البوليس جاي؟ ولكن الناس ما ولكن تصور برلماني تم مقطع شي واحد يقول له بشحال الحولي انتخابات حمله سابقه لاوانها ولا دارها البرلماني ولا الوزير اش كاين هادشي كامل كيساعد فيه. دابا ما كتبغي تناقش واش الدوله عباد الله تقول اللي بغات وتاخذ القرار ديال العفو فيك ما بغات وما تاخذوش، داكشي شغل هاد الدوله، حنا كنستمروا في خدمتنا والدوله دير ما بغات.
دير الدوله اللي يعجبها. حنا الراي عندنا خاص دائما نقولوا النشطاء الريف خاصهم يخرجوا الصحفيين وكذا، تخرجهم الدوله ما تخرجهمش، داكشي ماشي شغلنا وحنا كنستمروا والدوله كتستمر وكيجي عاوتاني عيد اخر وكنطلبوا، ماشي شغلنا تفاعل معنا الدوله ما تفاعلش ما تسوقش لينا دير لي فراسها، داكشي شغلها الدوله راه كدير. وبعض المرات كيفاش تفسروها جا الريسوني كان كلشي كيطالب بها وخرجت، واش وقع؟ الله فسرونا هما ديك النيكسك شنقولوا عاوتاني، فسروا لنا الحاله ديال هاجر ريزون، الصحافه كامله كتهضروا في الشارع وكل واحد لحظه تخرج قرار، وممكن حتى دابا كان طالبوه كذا يقدر يخرج شي قرار. رجع لدنيا باطمه، الراي عندي، الراي عندي يا اخوتي المغرب ان دنيا باطمه نتمنى لها شي عفو ملكي. علاش؟ كيما المغاربه رجعوا للحلقات ديما تنقول الصحفيين والنشطاء والحقوقيين، كنقول حتى الحق العام اللي مظلومين مساكن يكون شي عفو كبير، واش ما كنقولهاش المغاربه ماشي عاد صح يقول لك صحابه ولا صحفيين كلشي. دابا مادام تناقشتوا معايا دنيا باطمه نقول لكم علاش انا مع دنيا باطمه تخرج، وهذا راي الصحفي ماشي راي الدوله، الدوله تشدها ما تطلقهاش هذا بوحدو، الدوله كتعرفش كدير ولا ما كتعرفش ما كتخش هاد النقاش. اذا دنيا باطمه خصها تخرج للاعتبارات التاليه الف، نبدا لكم بشويه ونطلع. الاولى هو ان السيده مرأة، السؤال علاه المرأة ما تدخلش الحبس وراه كاين عيالات اخرى كاين في الحبس؟ لا غير غير حط هذه، انا غير كنحط هذا العمل، اذا المرأة واخا ما شاداش نزيدو نطلعوا شويه شنو عند اخر. هاد السيده من واحد العائله معروفه بزاف، عائله اصيله، معمرها كانت مجرمه، معمرها كانت معارضه للنظام، معمرها بلبلتنا، معمرها شتين عليها شي انفصال ولا شي كذا، عائله وطنيه غنات ورفعت صورتنا عالي، عائلة باطمة كاملة شهرانة وسط أغاني ديالها في العالم العربي وكذا، العربي الله يرحمه كله وحميد مزيان. إذا هذه بنت عائلة وطنية ملكية غزالة، هذا عامل، واخا نزيدو نقلبوا على شي عامل آخر. هاد السيدة دوزت نصف العقوبة حتى بمنطق المادة 623 ما خانتنيش تذاكر، ربما تستحق حتى الإفراج المقيد بشروط لأن عندها جنحة، ودوزت نصف العقوبه واثبتت ان سلوكها حسن. ما عمري ما سمعت عليها دابا سمع شي موظف ولا شي موظف انتقل بسببها ولا دخلت شي منو عاجب. اذا لان الشرط ديال ان الشخص اللي كيكون عنده جنحه كيستافد هو انه يكون سلوكه حسن، وكيجي مدير الحبس اما بشكل تلقائي او بناء على طلب ديال المعني بالامر بحال الدنيا او قاضي تنفيذ العقوبات، وكيوجهوا لواحد اللجنه كيراسها وزير العدل وكينوب عليه في رئاستها مدير الشؤون الجنائيه والعفو، واللي كتكون من الوكيل عن محكمه النقد هذه اللجنه، وكتكون من رئيس محكمه النقد الى جانب المندوب ديال السجون. واش كيديروا هذا الشيء ولا ما كيديروش؟ واش في عهدها بيقدوا يعطيوا هذا الشيء؟ الله اعلم، ما عنديش معطى. المهم هي السيده تشدت في فبراير مارس ابريل ماي يونيو يوليوز، يعني ضربه 6 شهور، ضربه نصف العقوبه حتى الافراج المقيد عن الشروط تستحقه. دابا حنا ناقشوا العفو الملكي، اذا عندها 6 شهور العقوبه، عندها سلوك حسن، بنت عائله ديال باطمه مزيانه، مراه، ملي كنقولوا مراه يعني كيكون عندنا لاحظتوا حتى في نشطاء الريف ملي تعتقلوا ريافه، كانت معنا واحد البنت وتم وخرجت سميتها سيليا، نفس التهم حتى هي وكذا، عمل عند القاضي خير خرجت في واحد العيد العرش، هي الاولى خرجت. حاضر ذاك البعد الرمزي ديال المراه، لان الدوله كاين واحد الحنان تجاه المراه، والدوله كي لاحظتوا بزاف النساء يكتبوا كذا كذا تدوينات، انا ما كنبغي الحبس حتى لواحد ولا انت، ولكن بعض المرات الرجاله كيكتبوا اقل من داك الشيء وكتكون متابعات، فكاين واحد النوع من التسامح من طرف الدوله. كاين بعض الحالات كيبقى فينا الحال بعض النساء بحال سعيده العالمي مسكينه بحال، ولكن ملي حنا مسجلين بالعموم ما كاينش ديك الخشونه تجاه المراه كما كاين تجاه الرجل، وهذا امر نحبه، يعني كاين واحد الليونه في التعامل مع المراه، بانت في سيليا، بانت في هاجر الريسوني كذلك، هاجر الريسوني يعني كان تدخل تجاه المراه وكذا. ثم هنا فين كان باش بنت المراه دنيا باطمه فنانه، يعني فنانه مغربيه، ودوزت نصف حتى حاجه اخرى، شي واحد ودارت اسيدي دوزت الحبس، وماشي غير دوزت الحبس وتنكل حتى لحمها، لحمها ولحم ولادها ولحمها ولحم خوتها، ربما ما كاينش انسان كلا تنكل لحمه بحال ديك السيده، يعني على عينك يا بن عدي كما تنقولوا، يعني ما عرفتش علاش بحال شي واحد شديتيه ورميتيه للكلاب كيتنهش عرضه هذاك الشيء لا يقبله الخيال العلمي، ما عرفتش علاش. احيانا ما كنبغيش نفكر، عا كتجيني في الخيال تنقول شي وحدين هنا في هذه البلاد كبار حاقدين على دنيا باطمة، ما عرفتش احيانا والله ما عارف، ولكن تقدر هي تكون في شي تليفون قالت شي كلمه، راه هاد البلاد بعض المرات شي خيوطه ديال الضو ما تعرف منين جاوك، تقدر تكون جالسه في شي مجمع وقالت شي كلمه في حق شي مسؤول في شي بلاصه ولا مسؤولين ووصلتهم.
حيت بعض المرات ماشي كالقانون ايه ما كنقولش انا ما دايراش دنيا ولا دايره راه ماشي هذا هو المقصود غير كنقول ربما تقدر تكون مثلا كاين بعض الاسماء اخرى في اللي انا كنسمع عليهم لو كان بغيو مثلا يحركوا عليهم الباحث ولا يبغيو راه ممكن راه بعض المرات تقدر تكون شي حاجه فكنقول انا نقدر نكون عا كنخربق نقدر نكون ما عارف ولكن بعض المرات كيجيني هذا الاحساس كنقول هذيك دنيا شي واحد ولا شي واحدين ما عندهمش معاها ماشي بقى منطقه انها ما دايره والو ولا القانون لا انا كنقول لك القارن عدد من الملفات واشخاص اخرين اللي تسمع عليهم اللي سمعتيهم ما كيتقاسوش زيد عليها واحد النقطه اخرى في غايه الاهميه هو انها عندها جوج الوليدات جوج بنات ولاد ولا بنات والله ما عرفت عندهم جوج بنات وقيله اسمحوا لي هذه المعلومه ما مدققهاش مزيان اعتقد عندها جوج بنيتات وهاد البنات فين باهم مطلق باهم ما كاينش اذا الاب ما كاينش والام ما كاينش وهادو جوج طفلات صغار كيحتاجوا الاب وكيحتاجوا الام لا وجود للاب ولا وجود حتى المشرع المغربي في بعض الاوضاع راه ما كيعتقلش ملي كيكون الاب والام دايرين حتى ما عقلتش هذه وقع في الاكراه البدني ولا في شي حاجه كيكون رحيم كيكونوا الوالدين بجوج ما كيبغوش يخليوا الاطفال يضيعوا في الكروب واحد السن معين اعتقد في الاكراه البدني اعتقد ولا اذا كاين واحد دابا هاد الوليدات ديال الدنيا ما كاينش الاب وما كاينش الام وهاد الوليدات ولا هاد البنيوتات 6 اشهر بدون اب بدون ام ما داروا لا بيديهم لا برليهم وحقهم وواجبهم خصهم باهم وخصهم بهم وحتى حاجه ما يمكن تعطف عليهم الا قدمهم في الكون وهاد الام 6 اشهر ما شافوهاش 6 اشهر شنو غتكون دارت انا ما بغيتش ندخل في القضاء في اختصاص ودارت ما. يعني 6 اشهر وانا كنشوفها في عندك البنيوتات 6 اشهر علاش كنقول ان هذه السيده يعني تستحق العفو من وجهه نظري الصحفي اما الدوله عندها حساباتها وعندها معطيات اللي ما عنديش انا وملي كنقول الدوله ماشي حنا كنزيدوا عليها ولا كنفهموا عليها كما كيبغوا يسوقوا انا كندير هذه الخدمه وكنقولها بحالك وراه الدوله دايره خدمتها تطلقهم الدوله ما تطلقهمش يكون عفو ملكي ما يكونش انا ما عنديش ولكن انا وظيفتي كندير بحال هكا كناشدوا يعني عباد الله فكنتمناو عفو ملكي كنتمناو من عند الله عز وجل يكون شي عفو ملكي على الدنيا باطل اني عندها انا باقي كناكد عندها جوج ديال البنيوتات عندها جوج بنات وبنت عائله فنانه بنت عائله فنانه اسره ديال الفن تقدر تكون غلطة الدنيا باطمة تقدر تكون غلطة أسيدي بمنطق الحكم القضائي غلطات صافي بمنطق الحكم القضائي علما أن كاين الناس اللي كيقول لك ما دايرة والو كاين الناس باقا الآن متشبتين بالرواية ديال هذيك السيدة مسكينة تدوز الحبس ظلما وعدوانا تقدر تكون راه بعد المرة كتكون أحكام غلط علاش حنا درنا سنة درنا تعويض هيئة الإنصاف والمصالحة راه قلنا شحال من الأحكام القضاء ما كانتش موفقة وبعض المرات يكون الظلم وبعض المرات الشرع عادي تقدر تكون الدنيا باطمة ما دايرة والو او تقدر تكون داير ولكن اللي اساسي ان عندها جوج بنات دوزت نصف العقوبه بنت عائله فنانه مراه مغربيه ما معارضه ما حتى شي حاجه معارضه بدك الفومال واختها دوزت حبس يعني الاسره بشد دوزت عام بنت كلها عوامل تنتمناو من الله عز وجل تنتمناو مع الله عز وجل الاسم ديالها يكون ضمن لائحه ديال المستفيدين الى جانب الصحفيين كنتمناو من الله عز وجل عمر الراضي سليمان وتوفيق ونشطاء الريف ورضا الطوجي والاخ ديال القصر الكبير ديما كنسى سميتو انا اي واحد في الحبس غنطلب له العفو اخوتي المغاربه عنده كذب عليكم الكذاب الا كاين واحد الحالات اللي ما تقدرش تطلب لهم العفو واش الاغتصاب واحد اغتصب الاطفال غنطلب له العفو ما تقدرش اغتصب طفل ولا شي واحد مشى عذب مرته ولا ضرب شي واحد كيضرب النساء بواحد الطريقه راه كاين شي نوع الجرائم عاود ثاني اللي ما ولكن واحد الانسان كتعرفو صحفي ولا سياسي ولا فنان ولا كذا يمكن يكون غلط اما بفمه واما بكذا مع ذلك القضاء قال كلمته بلا ندوز واحد القضاء كنكون حنا شويه كمغاربه نتميزوا ما يمكنش البشر في الحبس وانت باقي باغي يبقى الحبس ما بقيتيش بشر ما بقيتيش مغربي ما بقيتيش مسلم ما بقيتيش حقوق ما بقيتيش بنادم علامه ديال كونك بنادم وخص يكون شويه الرقه راه القضاء دار خدمته والبوليس دار خدمته ولكن حنا خصنا ندفعوا في اتجاه باش كيكون هذا يعني التوازن زيان غندوز عليه باقتضاب شديد لانه كثر عليه اللغط بخصوص ادماج العقوبات خوتي المغاربه خوتي المغاربه نقرا عليكم النص خصوصا نناقش مع بعض المحامون وبعض المسؤولين القضائيين ربما ما وقع سوء فهم في الحلقه اللي درت بخصوص واش زيان غيدوز 8 ولا هذا الشيء كنفترضوا زيان بغينا ما كرناش يستافد شي عفو ملكي مع الاخوان لان نفترض ما استافدش زيان من العفو
مشيو لهاد واش زيان عيدوز 5 زائد 3 حيت عنده 3 سنين الحبس عنده 5. حنا عندنا في الاصل هو ان المونتيف الكبير كيهرس المونتيف الصغير كيدمج العقوم على المغاربه ميزوا باش ندير باش نديروا التحليل في هذا المستوى ميزوا بجوج كلمات الناس عندهم فيه غلط الادماج ماشي هو الضم حيت الناس كتحاول الضم هو الادماج لا عرفتي شنو هو الادماج هذا هاد الصباع ملي كندمجوا مع هاد الصباع تيبقى غير صباع واحد هذا هو ادماج دمجتك هذا هو العقوب ملي كندمج هاد العقوب مع العقوبه كتبقى وحده من تسمعوا الضم هذا زائد هذا كيعطيني جوج الضم هو هذا زائد هذا المجموع كناخذ صافي الضم راه ماشي هو الضم هو الزياده هذا زائد اما الاخر لا ملي كندمجك كتبقى حيت كاينه واحد الخلط عند الناس في هذا المستوى ديال الضم وديال الادماج غنقرا لكم هذا الادماج اللي وقع فيه الغلط ولكن خلينا نقول لكم واحد الكلمه باش تعرفوا من عيوب التشريع في المغرب كارثه في المغرب كارثه شت ادماج العقوبات سيروا قراوا قانون المسطره الجنائيه من الحرف الاول اللي كاين في الكتاب حتى لقيتوا كلمه على الادماج اجوا حكموا عليا باش بغيتوا ماشي حشومه على البرلمان وعلى ماشي عيب الله عليكم لا يوجد مسطره كيف ينض اي حاجه خصها تكون منظمه ابقى واعي ما كاينش عطيني شي نص قانون المسطره الجنائيه ولا قانون المسطره المدني شنو هو مثلا شكون اللي كينظم الادماج شكون هي المحكمه اللي كتدمج هادشي كامل كيخضع غير الاعراف والعادات والتقاليد وبعض المرات كيخلق مشاكل المحكمه كتدمج المحكمه كتدمج نفس الواقع علاش حيت ما كاينش قاعده قانون تنظم هذا العيب الاول شاد الادماج كامل كاين فيه جوج قواعد كاينه في القانون الجنائي صافي شنو كتقول لك هاد القواعد وانا نقرا عليكم باش تعرفوا علاش قلت لكم مزيان مع كامل الاسف راه ما عندوش الحق في الادماج علاش فصل 119 من القانون الجنائي تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بين حكم غير قابل للطعن السفلان المسجون إلا بغيتي ندمج لك العقوبات اللي عندك وتدوز على وحيدة خص ضروري يكون عندك حالة تعدد الجرائم إلا ما عندكش هذه الحالة ديال التعدد ما عندي ما ندمج لك واخا تكون داير واخا هذه الحالة التعدد كيفاش غتحقق باش تدمج لي عندي واحد الشرط شنو خاص داك الجريمه اللي درت حيت دابا حيت الجرائم جوج تعدد اما الانسان كيديرهم في لحظه اولا في اوقات ما معنى في لحظه دخلت لواحد الدار سرقت ها جريمه شوفوا شحال درت ملي سرقت قتلت ها الجريمه الثانيه اعوذ بالله ما نقولش علينا حنا مثلا اغتصبوك ثلاثه بزاف وزوروك اذا عنده تعدد هذا داير هذا الفعل وهذا الفعل ولكن شنو دارهم في ان واحد هادشي اللي كيقول لك المشرع تعدد الجرائم وحال ارتكاب شخص لعده افعال في ان واحد دارهم في نفس الوقت هو بزاف او في اوقات متواليه دار اليوم جريمه اثنين ولا غدا ثلاث دار جريمه ولا اربع دار جريمه في قنيطره والخميس دار جريمه في سلا شدوه البوليس ديال سلا حاكموه تقضى الحكم شدوه البوليس ديال طنجة من بعد جابوه هو في الحبس شدوه لطنجة قالوا الشريف لقيناك في واحد الكاميرا انك سرقت شي حاجه في طنجة اذا هذه جريمه اخرى اذا عنده التعدد في اوقات متواليه ما مع المتواليه يعني ماشي في ان واحد في اوقات مختلفه لا ديك اللي في ان واحد لا اللي مختلفه فوقاش غنقولوا عنده التعدد خاص شرط ولا ما عندوش غيدوز الحبس هنا وهنا وتي يبقى في الحبس تيرشى شنو هو هذا الشرط ما يفصلش بين ديك الافعال الجرميه حكم هانتوما العباره ها الخطا في كاين وقع فيه البعض رجاء الا ما سمعوا معايا باش تعرفوا مزيان شنو هي الحاله ديالو حيت راه وقعت شوفوا المشرع الشرط اللي وضع تعدد الجرائم هو حاله ارتكاب شخص جرائم متعدده في ان واحد او في اوقات متواليه سمعوا هذه دون الا بغيت نقول لك عندك الحاله دون ان يفصل بينها حكم غير قابل للطعن نعاودكم باش تفهموا مزيان دخلت لهاد الدار سرقت وجلست واغتصبت وزورت ودرت في ان واحد انا عندي التعدد ولكن ما شدوني حاكموني على القتل ما عرفونيش رانا سرقت دازت واحد 10 سنين عاد رجعوا لي اجي لا ما يكونش تقادم مثلا بعد لقاو عندي اجي الشريف في ديك اللحظه مشيتي سرقتي راه عندك فعل اخر خاص هذاك الفعل اللي جابوه ثاني يكون داك الفعل الاول اللي تحاكم فيه يكون باقي كيدوز في المحكمه عاد تعدد عندي اذا لقاو الاول تسالى وتحكمت ودازت محكمه تناقض وبقيت كنتسنى فوقاش الخروج مابقيتش كندوز في شي محكمه لا ابتدائيه لا استئناف تحكم هذاك الفعل اللي جابوا لي الثاني وعاد تعرف غندوزوه هذا هو الضم تما غيدير لي الضم ماشي الادماج دوزتي هذه ودوز لهذه مزيانه او مثلا في الحاله دون نفس بين الحكم مثلا بحال حاله الزيان عنده الحكم ديال الاول اللي خدت السين وعنده هذه المسطره الثانيه ملي جات المسطره الثانيه لقات المسطره الاولى سلام النقد عا جالس في الحبس دابا زيان جالس في الحبس سالا كيتسنى يخرج كيبدا يحسب في الخروج جاو عنده البوليس دارت المتابعه في هذه اللحظه اللي كانت الاولى سالات كيدوز هذه وكيتسمى الضم يدوز هذه وهذه اذا طاحت المسطره الثانيه بداو معاه البوليس وبدا معاه كذا ولقاو المسطره الاولى باقا كتروج تما كيدمج مزيان اخوتي المغاربه اذا هذه هي دون ان يفصل بين حكم غير قابل للطعن
وتعالوا دابا نهبطوا لتحت باش تعرفوا الخطا اللي وقع بيناتنا. في حاله تعدد جنايه او جناح اذا نظرت في وقت واحد امام محكمه واحده يحكم بعقوبه واحده سالبه للحريه تجاوز مدتها الحد الاقصى المقرر عقاب. نعاودكم حال اللي قدك، في حاله تعدد جنايه اذا نظرت في وقت واحد امام محكمه واحده، سرقت واغتصبت ودرت 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 وقدام محكمه واحده عرفت لي الافعال، كناخذ على العقوبه الكبيره. شكون اللي كبيره؟ اما القاتل اما الصغيره ما كتبقاش واخا كتناقش مزيان. لاحظوا المشرع هنا ما قالش في حاله تعدد جنايه وجناح، قال او مهمه هذه العباره، ما قالش المشرع في حاله تعدد جنايات وجناح اذا نظر، لا قال في حاله تعدد جنايات او جناح. زعما الا عندك جنايات بزاف والا عندك جناح بزاف راك تاخذ كبيره، او جنايات او جناح. دليل نبداو بالواحد من هنا كيوقع الغلط، ملي كيمشي شي انسان للمحكمه قاتل وعندو جنحة على مالو كيعطيوه قاتل وجنحة هما مختلفين. اذا هنا ما كاينش مشرع، هو اذا كتاخذ على الكبيره واخا الاخرى مختلفه جنحة وحده جنا وحده جنحة وحده جنا، ولا كانوا جنايات بزاف كتاخذ وحده. تعدد الجرائم اما اذا صدر بشانها عده احكام سالبه للحريه ولكن اللي حكموا عليك سالبه بسبب تعدد المتابعات فان العقوبه الاشد هي التي تنفذ. تحكمتي في طنجه وتحكمتي في خريبكه كدوز الكبيره فيهم. وها فين وقع اللبس مع الاخوان؟ سمعت السطاج كيقول قال لك غير ان العقوبات المحكوم بها اذا كانت من نوع واحد جاز القاضي بقرار معلن ان يامر بضمها كلها او بعضها بشرط الا تتجاوز. باش تعرفوا مشرع في هذه البلاد راه ما غاديش نقول شلاهبي هاد السياسيين ولا هاد البرلمانيين. شوفوا المغاربه شو خالقين زوبعه. وتصور انا دوزت ديك البركه اللي كتعرفوا كان عندي هذيك، تصور لقيت نائب وكيل الملك وناقشت معاه لقيت محامي والناس ماشي ما ضابطينش كل واش كيفسر وشكون خلى المشاكل. هذا المشرع دابا هاد العباره ديال غير ان العقوبات المحكوم بها، كاين اللي كيعتبر اذا كنت كاين اللي كيعتبر العقوبات المقصود بها هي جنحه ولا جنايه، كاين اللي كيعتبر العقوبات هو الفعل الجرمي، كاين اللي علاش مخلينا في هذا التابع؟ علاش ما يكونش الوضوح في التشريع؟ علاش علاش كتخليو باش يعذبوا بنادم؟ وانا نقول لكم غير ان العقوبات المحكوم بها اذا كانت من نوع واحد. دابا العقوبات واش المقصود بها جنايه او جنحه؟ دابا زيان عنده في الاول جنحه جناح والثاني عنده جنايه، يدمج ولا ما يدمج؟ الا فسرتي غير العقوبات اذا كانت من نوع واحد خص تكون جنايه جنايه عادي يدمج جنح. زيان عنده جنايه وعنده جنحه اذا ما غيدمج؟ لا ماشي هذا هو السبب. علاش؟ تقولي شنو هو الدليل؟ نرجعوا للفوق تعدد الجرائم وحاله ارتكاب جرائم. ملي كتكون كتحاكم وسط المحكمه عندك جنحه وعندك جنايه وعندك 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 اش كيدير لك القاضي؟ كيعطيك عقوبه واحده الكبيره ديالهم ما كيدمجهم لكش واخا هي جنحه وجنايه وسط المحاكمه. لو كان هذاك التفسير ان العقوبه المقصود بها جنحه او جنايه حتى ملي كتحاكم في ان واحد امام محكمه واحده ويدير لك التفريد في هذه العمليه، يقول لك لا سيدي هذه جنايه وهذه جنحه هادو ما غاديش ندمجهم. لا المشرع قال لك في ان واحد تاخذ العقوبه الاشد تكون جناحه جنحه وجنايه جنايه او تكون اللي بغات. اذا المشرع هنا غير العقوبات المحكومه اذا كانت من نوع واحد، شو يقصد بالنوع؟ هي الفلسفه ديال المشرع هو دمج العقوبات، خاص غير يكون التعدد. والفلسفه ديال المشرع هو ملي كيكون جنايه وجنحه قدام محكمه واحده كتحكم بالاشد. غير هو المشرع اش قال لك؟ مزيان ولكن راه عندي واحد المجرم بسل عليا. ما معنى بسل؟ واحد السيد هذا زور في قنيطره، زور ليا في خريبكه، زور ليا في 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 تطوان، ومثلا نصب عليا ودار لي واحد النصب في سيدي قاسم ودار لي نصب في الحسيمه. هذا هو نفس النوع، لقينا واحد السيد نفس العائله ديال الفعل الجرمي، او مثلا خيانه الامانه وكذا، او لقيت واحد الانسان كيضرب وكيكريسي وتيقتل وتي نفس الفعل. هذا هو نفس العائله. اذا هذا الشخص المشرع تيبقى يبان له هذا شويه خصو يتشدد معاه. هنا كيقول واش كيقول لك هنا ماشي لزوما، راه المشرع ما تيبغي يقول لازم. غير ان العقوبات المحكوم اذا كانت من نوع واحد من العائله، وعاد مشيتي للباب راه كتلقى العائله ديال الباب مثلا خيانه الامانه ولا مثلا الناس كتلقاهم في عائله واحده. جاز القاضي بقرار معلل، خصو يعللنا عللنا خويا علاش هذا السيد بغيتي تزيدو. اذا علاش المشرع الزم القاضي هنا بالتعليل؟ ما تشوفوا المشرع الزم القاضي بالتعليل، عرفوا راه ما كيتسامحش في هذا الشيء. ما يمكنلكش تزيد بنادم على هكاك. اقول لنا اسيدي هذا غنزيد ندير له الضم. سمعت شنو قال لك هنا بقرار معلل ان يامر بضمها كلها او بعضها. سارق هنايا وسارق هنا وسارق هنا، اما كيجمعهم كيضمهم كامل 5 زائد 3 زائد 8 زائد 4 14 14 عام ديال الحبس غدوزها كامله. او اللي يقدر يجمع له ديال الحسيمه مع ديال الخريبكه مع ديال تطوان، ولكن ديال طنجه ما يضمهاش له.
وتعطيه 8. غير أن العقوبات المحكوم بها إذا كانت من نوع واحد جاز للقاضي بقرار معلل أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد. واضحة الفكرة أخوتي المغاربة؟ بقات لي واحد الحاجة مهمة بزاف بالجريمة الأشد، بمعنى عطيتي عامين وربع سنين عنده هو سارق هنا وهنا مزور وهنا كذا وهنا كذا، الجريمة الأشد كتكون شي واحد عاد فيها بزاف، ولكن واخا تجمع له المجموع ما خصوش يفوت ديك الجريمة واحدة اللي كبيرة فيهم مثلا القتل تفوت لا لا يعني ديك المدة المقررة لها. أنا نتمنى تكون وضحت، ولكن بغيت نقول واحد القضية، أنا ما أتخوف منها، ما عنديش دليل، وهذه سمعتها من سجناء، هذه اللي بغيت ننبه لها. أحيانا أقول عندما يريدون الأداء بسجين معين كطيح، كان اعتقلوا أحمد في الحسيمة نهار 15 فبراير 2019 مثلا. أنا كنتمنى هذا هو العمل، خاص يكون، خاص تكون برقية لجميع الدوائر الأمنية البوليس الجندارم، شدين أحمد، كاين شي مسطرة عند أحمد أروها لنا دابا، نصفيوها مع أحمد دابا باش يدمج. أحيانا كتكون شي دائرة أمنية بوليس أو جندارم كيعرفوا أحمد تشد وكيخليو المسطرة عندهم، كيبقاو دايرين السويفي تيتسناو تا الملف ديالو كيتصفى في النقد مرة عاد كيجيو عندو. هادي اللي أتخوف منها وكنتمنى تلقاو، لدليل ان بعض السجناء بكثره ممارسه مذاكاهم كيدخل الحبس كيدير راه كيشد كيبدا يكتب الوكلاء العامه في المغرب كامل، واش كاين شي مسطر عطيوني، واش كاين شي عارف ما بغيش يطيح في داك لانه كيطيحوا فيه عباد الله. نتمنى هذه النقطه هذه تكون وضحت. قضيه اخرى، الكولونيل العطور الله يرحمه والخادمه كنزه الله يجعل ربي يشافيها، جوج نقاط في غايه الاهميه اخوتي المغاربه، رجاء ركزوا معاه. الكولونيل العطور تم حفظ الشكايه، ربما القاضي ديال التحقيق ما لقاش راسو امام ادله كافيه للمتابعه والاحاله على غرفه الجنايات الابتدائيه. انا اقول لكم واحد جوج نقاط في غايه الاهميه اخوتي المغاربه، بزاف الناس كيسولوا علاش المهداوي هذا الملف ما درتش فيه المغاربه، بالعكس الناس اللي كيلومونا وحنا تابعين غير الارباح، بالعكس كان موضوع فيه انا مشيت جبت الحلقه الاولى فيها مليون المتابعه مع البنت والام جت معها مليون، ودابا مليون واحد اخر طماع ولا كذا كيبحث في هذا الشيء كان يكمل، ما كملتش في هذه المواضيع، ما كملتش في هذا الموضوع، علاش؟ لاعتبارات الاولى اخوتي المغاربه كاعتبرت درت عمل مهني، سمعت الطرف والطرف الاخر. العامل الثاني هو ان الملف كان عند قاضي تحقيق وحساس، حاولت نعطي واحد الاشاره انني كنحترم المؤسسات. العامل الثالث انني اللي كيعرف هذا الانسان، انا ما كنديش الصحفيين اللي كملوا، كنقول لكم على راسي اللي كيتعلق الامر بالدم مع بعضياته كيصعب عليا، صعب مابقيتش نبقى نقلب في البنت وما الموضوع كان صعيب شويه عليا. العامل الرابع كان عندي واحد التخوف، تخوف من واش؟ هو ان هذا الملف هذا يغطي على قضايا اخرى، ان هذا الملف هذا يغطي على، خصوصا ان الملف جا فعاد الاسكوبار غطى على الاسكوبار غطى على احتجاجات الاساتذه الوقت اللي كانوا مقاطعين و 8 مليون ما كيقراوش، وكانت المشاكل والاسعار والحكومه والصراع. فالملف ديال العطور غطى. علاش جبت لكم اليوم العطور والخادمه؟ رجاء اللي كيتبعوا هذا الانسان، انا كنتمنى منكم تبعوا العطور، ملف مهم، تبعوا هذه الخادمه راه بنت وفيها قضيه خطيره، ولكن لا تجعلوا هذه القضايا تغطي لكم على قضايا اخرى. كما جا العطور في ملف ديال اسكوبار واحتجاجات الاساتذه وهلم جرى، الملف ديال الخادمه كذلك كيجي في واحد اللحظه، طلبه الطب والصيدله سنه بيضاء وهذا امر خطير في تاريخ المملكه المغربيه، المستشفيات العموميه مشلوله جوج سيمانات كاين اضراب عن العمل، خدامه غير المستعجلات وهذا امر خطير جدا جدا، وزيد عليه عاوتاني موسم سياحي اسود ما بغيش الحكومه الناس يعرفوا هذا الشيء، وكاين قضايا حقوقيه الحكم على زيان وكذا، فكلها عوامل. ولاحظتوا هاد الملفات بجوج علاش فيهم صمت رسمي؟ لا العطور ولا الخادم، ما كيكونش بحال اللي كيخليو الناس تهضر، علما انه خص تدخل، هنا اللي دخل البلاغ ديال النيابه العامه في ملف اسكوبار كلشي سكت الصحافه. تصور لو خرج بلاغ في العطور ولا في هاد الخادمه، ما معنى يخرج ماشي يقولوا الناس سكتوها، لا ماشي هذا هو مقصودي، على الاقل ما كيبقاش داك بعد ما راه كتكون السيبه في العطور، راه كانت السيبه اسيء لمؤسسات واسيء لاشخاص كيما دابا الخادمه راه اساءه
التناول مزيان، ولكن ملي خص تكون المهنه ويكون التناول مسؤول وفيه الوعي، كان ماشي داغ العواطف وتجيش، وبعض المرات كنخلعوا الناس، المؤسسات ما كاينش الفراغ والمؤسسات صامته، خصك مؤسسه تواصل. سؤال: لماذا في ميل في العطور وميل في الخادمه المؤسسات لا تتواصل؟ وعلاش ماشي كنقول كلش، علاش كتكون سرعه الوصول للمصادر لا ميل في الخادمه ولا في طيب الناس كي الاطباء تيصرحوا في ميل في الخادمه، تدخل المستشفيات بسرعه بسهوله، كتوصل للمصدر بسهوله. ما كنقولش كلش، واقول لكم شي دوك الصحفيين اللي كيديروا داكشي في الخادمه ولا ما عليهم حتى ذنب، كندير لهم هابوجور على نشاطهم وخدمتهم. انا براسي الا فتحتي لي المجال، كون انت يا شكون ما بغيتي تكون، افتح لي انا واش وظيفتي؟ انا ونجيب ماده اعلاميه، ماني المستفيد من الماده، انا صحافي ماشي شغلي نقلب على الماده. اذا هاد الصحفيين ولا هادشي اليوتيوبر اللي كيوصل ما كنهضرش عليهم. انا كنخاف على الشعب ما ينتبهش يهتم بقضيه الخادمه ويهتم بقضيه الكون، ولكن ملي يبقى مهتم بالقضايا رجاء. وهنا غندخل دابا نعطيكم غير اليوم، مشيت فطرت لقيت واحد السيد هنايا في واحد القاي، واحد حميد لاباس بخير كدير شنو كدير انت؟ انا طبيب. فين هو طبيب مسكين هنا النواحي ديال التمارة ما خدامش. علاش ما خدامش؟ حنا داخلين في اضراب عن عفوا اضراب على العام، مستشفيات حابسه والله. وسمعتوا داكشي كتقول حرام على اللي كيسيروا هاد وزاره الصحه، حرام على هاد المسؤولين المغاربه وهاد الحكومه، حرام هادشي اللي كيديروا في الشعب المغربي، حرام حرام. تبقى تقول حرام وما تحبش، والله ما تحبس. بقيت كنسمع من داك الطبيب شي حوايج قال لي بحال انا كنخدم، وقال لي والله ما عندنا دوك الليغات ما كاينينش، قال لي حوايج ديال ليرجونس، قال لي والله ما كتلقاهم بعض المرات، ما عرفتش كيسمى شي مواد، قال لي بعض المرات والله ما كاينين، قال لي شي داكشي، قال لي راه غدا يجيبوه. طونسيون بحال تفكرت شحال عمرها في الحبس، ما كاينش الدواء ديال كورونا داك اللي كيكون في التليفون، هضرت عليه بلا غدا القرعه غدا كلشي، قال لي داك الحبيب الله يرحمه قال لي كلشي موجود. راه يحضروا لك عندهم واحد خطر، والاداره المغربيه كالسجون كالصحه، عقليه الموظف المغربي والمسؤول راه ما مسوقش، يكتب الاعلام شي حاجه ولا يجي شي لجنه دغيا يقلبوا لك ويغيروا داكشي، كلشي كيتمشى بالمناورات ما كاينش ديك الثقافه يعني الدائمه. بدا كيعاود ليا يا الله شنو سمعت من داك السيد. قلت له قال لي علاش كيكذبوا على المغاربه؟ قلت له كيفاش كيكذبوا؟ قال لي ديك الوزير اللي تيقول فرنسا عندها، قال لي ما يحشمش، قال لي فرنسا عندها 6 سنين كيقراو الطب، قال لي فرنسا عندها 10 سنين، قال لي اسبانيا اللي كيكذب، قال لي اسبانيا كيقرا 6 سنين، قال لي والله الا حطيتي يدك في جسم الانسان تدوز عامين ديال الممارسه هي 8، قال لي هادو 6 سنين بديلك مشيت تحط جسمك، قال لي هي وحده، قال لي جريمه كامله الاركان في هذه البلاد راه غادي بها. قال لي نزيدك حاجه اخرى، قال لي وريني، قال لي المستشفى ديال طنجه غزال وزوين كابينيا، قال لي 40 تخصص كاينه؟ ما كاينش. قال لي اكادير تخصص 40 كاين؟ قال لي ما كاينش. بقى يجبد ديال المستشفيات في البلاد. قال لي وكيفاش 20%؟ قال لي فين هاد الناس غيترينيو باش يحطوا لحمهم على بنادم؟ قال لي غدا دير لهم حتى الخطا الطبي وتفرعوا. قال لي راه غادي هادشي خطا، قال لي هما كيهدموه فين هو؟ بقى يعاود لي على المستشفيات كيفاش كاين واحد التوجه ديال القتل، قال لي حتى هذوك العيادات الصغار الخاصه، قال لي غيذوبوا، واحد غيدير لك لوطير وغيدير لك كذا، بقى كيشرح لي. والمهم ردت معاه نفقوع ذاك الفطور يعني حرار عليا، مع الشكر للمعلومات اللي عطاني. وعاد مشى كيناقش معايا شي حوايج كيفاش يحولوهم من وظيفه عموميه، وباغي ندخلهم شي حاجه كيسمى المجموعه الترابيه الصحيه. والسؤال وعباد الله واش بنادم غيلقى باش يخلص؟ ما يبقاو يتخلصوا الاطباء، قال لك من ديك المداخل اللي كيدخلوا ولا ما داوش الناس باش تخلصهم. السيد عنده دابا جد المليون ثلاثه تيلقى راسه غدا كي وغدا ويمشي يداوى لك عاد. خرجت فطرت زدت غير واحد الشويه، زدت واحد الشويه، بغيت ناخذ واحد الطاكسي، حبس قدامي تاكسي كبير، هبطت واحد المراه كبيره عندها جوج سيكان، صوب بحال تفرقت مع هذا السيد، نط غادي كنتمشى شويه. هذيك المرأة مسكينة أنا قلت لك مول الطاكسي، قلت له واش غتمشي لواحد النقطة فلانية؟ قال لي غندور غنمشي جي 5. هذيك المرأة مسكينة قلت لها لا لا أجي الوالدة نقطعك. قالت لي واخا وليدي، خديت لها الساك، خديت لها داك الساك عندها جوج سيكة، شديت لقيت غادي ما غادي ما قلت لها في غادي؟ قالت لي هنا، قالت لي هنا أنا، قلت لها راني نشدك هي تقول لي، قلت لها فيك؟ قالت لي وليدي هاد الكتاف عندها مسكينة كاو دابا مسكينة وهزها جوج سيكات. قلت لها فيك؟ قالت لي مشيت للسبيطار والموعد عندي اليوم، قالت لي ولقيتهم داير الإضراب. مرة كبيرة قاعدة مسكين دوك جوج سيكان. المهم مشينا وصلنا معها
تصور دابا ديال المراه حاجه جوج ديال المواضيع حاجه قال لي الطبيب وهذيك الحاله اللي قدامي المراه وكتافها وتصور وشكون رحمها على موعد وضربوا المستشفيات ما كاينش واين الدوله واين الحكومه ها المراه مسكينه بكتافها كاتريام ايطاج على رجليها حتى بقيت كنشوف الانسان شحال رخيص في هذه البلاد الدرويش مسكين الفقير تصور ما كاينش موعد حتى شنو تكون المستشفيات مشلوله في اوروبا ولا في الدول والعداوه فين هو الشعب فين هي السلطه فين الحكومه ولا المستشفى صحه بنادم صحه بنادم هذا ياخذ القلب هذا خصو يداوى وسير تموت تاع المستعجلات شحال ديال الناس صافي ما كاين مشكل اقوي لي القطاع الخاص واخا المستشفيات العموميه دير اضراب سير باباك صرف سير داوي راسك بفلوس هادشي الفريسه في المغرب تصور هادشي هذا كتبقى علاش كنقول الملف كنزه مهمه للمغاربه يجب كان راه كيولي شوفوا ما ضيع حتى المتابعات وسير دابا دير فيديو على الاطباء وهاد المراه ما يتابع لك حد مدونه اليوم ديال قانون المسطره المدنيه مصيرك ايها المغاربه قانون المسطره المدنيه اللي كيرد بالمحاكمه وكيرد فهادشي الاكريه وفيه كل شيء والمغاربه قانون المسطره المدنيه دايز شكون هو هذا الشعب اللي سياخذ الاخبار شكون عارفه وكيقولوا بانه حامل واحد انحرافات دابا واحد القضيه كنسول هاد القوانين اللي كيصاوب دابا هل يؤتمن اصلاح من لا يؤمن بالعداله شتي باش نعطيك الصلاح العداله المغربيه انت بعدا واش مؤمن بالعداله واش عندك وعي حقوقي واش عندك حس وطن وتكلقك كتلقى بحال داك المره رئيس لجنه العدو والتشريع لجنه العدو والتشريع مزبلها بالملفات راه هو في الحبس دابا في عكاشه وعباد الله راه في عكاشه هو رئيس لجنه العدل والتشريع شوف على وجههم شحال قاصح رئيس لجنه العدل والتشريع عايش شرعنا حنا هو غير شرعنا راه باش تكون رئيس لجنه العدل والتشريع ونعطيك التشريع راه خصك تكون مؤمن بالعداله وعندك ثقافه حقوقيه وحس وطني وكتخاف الله وكتخاف الوطن وكدير بحساب التعليمات الملكيه وتكون وتصور كيجيك البشار ضارب القدرون والبلاد والغابه وغيشرع لك وغيصاوب لك المسطره شنو ديك المسطره شي عاد التبليغ واش عطيوني شي دوله في العالم اللي فيها التبليغ تصور شحال من مغربي كتلقى محكوم غير ما عرف راسه داير له بانه ما عرف تبلغ ولا ما تبلغ عاد الناس نوض دير التعرض نوض دير علاش حيت كيصفيو الملفات هذه البلاد الوحيده اللي فيها صفي الملفات ولاش ما نصفي لا خاص تصفيه شي صفينا الملفات في الاخر وتحكموا الناس الامور غادا زوينه ولكن مني هذاك الاحكام راه الناس ما حاض كاينه بعضهم ما ساقش الاخبار ما كيهمش صفي الملف باش تنقط باش ترقى واش انا رئيس محكمه ولا مسؤول محكمه انا صفي لي حيد لي خلاص شوف بعض الدول الديمقراطيه اش كيديروا كاينه شركات ديال التبليغ بالفلوس تي شركه اللي كيكون فلوس والله تيبلغ واخا تكون تحت الارض ها هما قضايا حيويه ها هما التلامذ شو الخبر دابا اللي قريته خبر ديال التلامذ ديال المغاربه اولمبياد يا هذا ما يضركش خاطرك المغربي يا المغربيه هادو التلامذ مغاربه في الاولمبياد نجحوا ايه زيد مالهم شوف على خبر كدير لم يتمكن المنتخب الوطني للرياضيات من السفر الى انجلترا للمشاركه في الاولمبياد العالمي للرياضيات 2014 وذلك بسبب تماطل في دفع طلب تاشيره السفر من طرف المسؤولين مشاو مساكن وجدوا وقادوا ما عرفتش شحال هما يقادوا باش يشاركوا التلامذ غزال المتفوقين والمغاربه ما كاينش باش يشاركوا علاش؟ المسؤولين ديالنا ما عطاهمش ما جابولهمش التاشيرات سؤال شكون غتحاسب؟ ها هو الفعل كاين زيد ها انت غتحاسب اش غتحاسب شكون غيحاسب واش غتحاسب ها السي وزير التربيه الوطنيه كدير تحاسب بن موسى غادي تحاسب بن موسى راه خصك الامم المتحده وخصك الاتحاد الافريقي والجامعه العربيه وما عرفت تقدر تحاسب ولا ما تحاسبوش اش غتحاسب بن موسى كدير له من دوز له ثلاث شهور بلا قرايه والدنيا هانيه ويستمر الوزير وزير ثلاث شهور ديال المحاماه معاوده جوج مرات المحاماه معاوده جوج مرات والدنيا هانيه وزير الصحه مره ما هذا واحد القضيه ما بغاش تفهم لي علاش الطبيب كيتكرفس على الطبيب والمحامي كيتكرفس على المحامي في هذه البلاد كتلقى شي واحد مثلا انت طبيب خصك تكون ارحم بالاطباء انت وزير الصحه طبيب وتشرف الاطباء صح الطبيب مساكن يقيل معك في الحراسه مساكن خدام الليل تبقى من المغاربه تعرفوا حواقع الاطباء مساكن اللي كاين اللي كيخدموا في الطبيب خدم معك 30 عام
ما بغاش يمشي يدير القطاع الخاص، جالس كيديروا معاك تماره في الاخر ترميه انت الخواص عارف شنو يديروا له، كيخدم مسكين في ظروف ما عرفت كيف دايره. دابا المغاربه دابا عطيكم على مثال، دابا الزواج ملي كتبغي تاخذ الشهاده باش تزوج كيقول لك راه سالي واش صالح الزواج، شنو كيدير له؟ كيشي عمركم شفتوا شي طبيب دار لكم شي بيلون؟ والله بغيت نعرف باش تعرفوا شواف انت ولا كيعطي شهاده ديال صافي صالح انت تزوج، ما دالو لا بيلون لا والو، عاشافو ولا في الدوله كيدير له بدون بيلون شهاده سير وشواهد اخرى كيقر وشحال واحد كيتخزن ورا الطبيب عاوتاني في يمان الانتخابات اللي باغي يدير زوين ويغرق الطبيب حتى كيلقى راسو قدام قاضي في شهاده بشي راي الجماعه وهلم جره. علاش الطبيب ما كيتهلاش في الطبيب كيما المحامي وزير العقل تهلا في المحامي ولا على الاقل استاذ لك انت وزير تهلا انت وزير التربيه كنتي في جامعه القاضي عياض وكتعرف الجميع وتهلا في اسد التعليم العالي كتلقى ما فهمتش هذا القاضي كيجيبوه من زيتو يقليه من عندهم وكيكونوا اشد قسوه على زملائهم وعلى ولاد حرفتهم وغدا ما كينساو راه يخرجوا وغيساليو حتى غيسال قضايا المغاربه كما القضيه الاخرى غنختم بها وفي غايه الاهميه. دابا واش شفتوا هاد الماده هادي اللي تسيركيلات في المغرب؟ شفتوها ياك المغاربه شنو كتقول هذيك هاد الماده؟ نحسبوهم بعد شحال هما؟ عندك اسيدي كتقول لك بعد انصرام اكثر من نصف الولايه الانتخابيه مخلفه انتخابات 2021 اللي جابت اخروش 30 برلماني راه الاعتقال بالحبس. هذه المغاربه مهمه هاد النقيطه واخا عجبت عليا شويه صداع ولكن ما عندي ما ندير هذا هو قضاري انا في هذه البلاد. شوفوا المغاربه 30 برلماني راه الاعتقال بالسجن، ها 30 زيد 44 يتابعون امام محاكم جامعيه شحال؟ هي 74 برلماني. رئيس جهه شحال ولا؟ 75 زيد رئيس مجلس عماله زيد متابعه 10 رؤساء مجالس عمالات واقل امام محاكم جرائم الاموال 20 رئيس جماعه يجدون الاعتقال بالسجن 100 رئيس جماعه منتخبين يتابعون امام محاكم جرائم الاموال 30 رئيس جماعه مهددين بالعزل. شحال هي عندي سؤال مهم، هادشي زوين وفيه محاربة الفساد، أنا شوف أخوتي، ما حنا راه كنبغيو هاد البلاد، بغينا نصلحو، بغينا نبقاو ندورو في حلقة مفرغة، عينا، بغينا مغربنا نشوفوه زوين، راه بغينا النيت، بغينا الناس، بغينا صحافة، بغينا برلمانيين، بغينا سياسيين اللي يعاونوا الإرادة الملكية، بغينا نصلحو هاد البلاد بركة، شبعنا، علاش قلت لكم شبعنا؟ طيب هاد الأرقام شكون يخرجها؟ كل واحد صحافي ولا هاد السياسي ولا هاد اللي قاد عرفتي باش جمع هادشي ولا جيب اكزاكت 10 رؤساء وعندك 20 رئيس جماعه وعندك 30 رئيس جماعه وعندك 44 برلماني وعندك 30 دي ارقام راه نيويورك تايمز ما تقدر الواشنطن بوست تكون هنا وما تقدرش تجبد هاد الارقام. النقطه الثانيه دابا هادو شحال عندهم ديال الميزانيه في البلاد؟ دائما كنناقشوا المنتخبين فيهم فعال انا مع الدوله في هادشي ولكن كما قال واحد اخر قال له ومن بنى وعب وحده عارف ديك النكته ديال واش عب وحده شكون جاب كذا واش عب وحده وهي هذه واش عب وحده هذا رئيس الجماعه واش عب وحده والله الذي لا رب سواه يا ما يقدرش يمسؤول المنتخب يتفلفس في هذه المملكه المغربيه وما احس بشويه ديال الاطمئنان وما لقى شي واحد عاونه ولا غمض عليه عوينه شي حاجه بحال هكا. حيت هذا النقاش شحال من عام وحنا كنسمعوه اعتقال مستشارين احاله ما تغيرش المغرب عينا ما نعتقلوا في هذ المستشارين والمنتخب كدور الداخليه تحيل لائحه اييه لا نبخسها ثقوا فينا نقدروا وزارته وكنقدروا المعين وكنقدروا المسؤولين واش هذ البلاد واقفه بالكارطون راه موقفينها الناس ديال الداخليه والمخابرات والقضاء ولكن قبلوا علينا عاوتاني واحد الحاجه حنا لاحظناها كيفاش؟ يا هاد الرئيس ما وصلهم حتى شي عامل هادو حتى شي عامل كاع ولا شي والي عاود حيد احنا سيدي 40 رئيس جماعه و40 برلماني و40 وخشيو لنا شي عامل عاود حيد ولا عا شي والي ولا عا شي باشا ولا والله ما كنبغي شي واحد ها هو ما يمكنش انا كنبدا نسول ولا شي مسؤول كبير ديال رئيس مؤسسه استراتيجيه ولا شي مسؤول 100 رئيس جماعه 100 رئيس و30 كذا و30 و40 واي 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 وعاد كما قلت نقطة مهمة شحال الميزانية اللي بين يد المنتخب هاد المنتخبين في المغرب كامل شحال عندهم ديال الميزانية من المال العام تحت تصرفهم والمعينون ولاد
عمال وكلاء عامون رؤساء محاكم مسؤولين ديال المؤسسات، هذاك اللي هو كيتعين ماشي كيتنتخب شحال عنده الميزانيه شحال عنده؟ شتي هاد المنتخبون في المغرب عندهم شي 8% ولا 4% ولا 10%، 90% من ميزانيه البلاد المملكه عند المعين ماشي عند المنتخب. وفين هو القضاء؟ ما كيتناقش هنا. دابا كتعرف شكون اللي كيراقب الانتخابات؟ دابا الاحزاب فاسده، هذه مزيانه، الاحزاب كتزكي الفاسدين، انا معاكم. السؤال هاد الاحزاب علاش واش ما كاينش اللي يضلقمها؟ خصها تضلقم، سمعنا بان فاسده فاسده، واش اي راه البلاد كتضيع. ورونا كيفاش نضلقموها شعبيا ولا نضلقموها بالقضاء ولا نضلقموها كنقول في اطار القانون. ما معنى الضلقيمه الشعبيه باش تفهم؟ نضلقموها شعبيا هو في التصويت، ما نصوتوش عليها، نصوتوا على حاجه اخرى. ونضلقموها قضائيا هو ملي كنكونوا كنراقبوا الانتخابات، شكون كيراقب ديك الانتخابات؟ ماشي النيابه العام، ماشي القضاء. ملي كيدوز داك الشيء، السؤال هل يسمح لاي مسؤول قضاء يراقب الانتخابات ولا مسؤولين بعينهم؟ ما هي مسؤوليه القضاء في الفساد الانتخابي بعدا؟ سؤال لك، كان عندك قضاء ناضي، ديك الطعون وديك الشكايات اللي كدار هي من الحمله الانتخابيه، شكون اللي كيكون عنده الديمومه؟ شكون اللي كيكون في كل محكمه ديك اللحظه؟ كيفاش كيتم تعيينهم؟ هاد النقطه ما عمر شي واحد شار ليها. انا كنناقشوا على المنتخب فاسد، واش غاب بوحدو ولا شنو هي البيئه اللي كتعطيك هاد ما بغيتش نقول عباره ديال القماقيم السياسيه، هاد النوع ديال شي كيضر. هذا ضحكه قدام المملكه المغربيه واللي ما حش بها. واش عباد الله 30 برلماني و44 برلماني و 74 ورئيس 75 وعباد الله، واش 75 فاعل كلهم في محاكم شي في الحبس شي وشنو هادو؟ بزاف على الفساد. هذا ما خصوش يبقى ماده اعلاميه ونهضروا به، هذا راه خاص الحكومه تحل، راه خاص ستوب. راه ماشي اي تقدر تعطيني هذه المعلومات وانا نحقد على البرلماني والمنتخب. كاين أزمة أكبر، أزمة أكبر من هذا الشيء، أزمة أكبر من هذا. ونتمنى تاخذوا كلامنا بحس يعني وطني، راه ما كنبخصوا مسؤول جهة حتى شي واحد، نعم كنبداو بآراء، نتمنى تسع صدركم ليها. كنشكركم أخوتي المغاربة، إلى اللقاء.